مساء الخير، شلونكم؟ ورحت عليكم، اتمنى انتم بعد ورحتوا علي. وانا سفرتي حق البحرين كانت المفروض تكون بس يومين اخلص فيها شغلي وارد الكويت عشان تحضيري حق العمل الجاي، بس بقدرة قادر صارت السفرة اسبوع. طبعا مستمتعة، ليش؟ لاني كلها نايمة، ما قاعدة اسوي ولا شيء غير اني انام. جد يمكن كنت احتاج هالبريك يكون مع اهلي، واحس اني انا شوي مو مضغوطة، مع انه فكريا انا حيل قاعدة افكر وايد، بس النوم قاعد يخفف هالموضوع شوي علي، مو شوي وايد صراحة. فمستمتعة وبس والله، فرادة ان شاء الله، ما ادري متى بس رادة الكويت. المهم حطيت ميك اب، استخدمت الفونديشن من لوريال، يعقد ينن ينن نمشي مع بعض لما طلعت النتيجة، واستخدمت باليت الكونتور من ماك موجود عندي بالبوتيك، وايد ينن وايد حلو، دمجة يعني خطير، يندمج بسرعة ووايد حلو. وطبعا عشان ادمج كل هالامور استخدمت مجموعة فرشي تحصلونهم بالبوتيك، وحواجبي شان اثبتهم بهالجل اللي يعقد وايد احب استخدمه، هم بعد موجود عندي بالبوتيك. اصلا الاكثر مبيعا عندي بالبوتيك فرشي وهالجل وحمرة كحل اللي دائما اسولف عنها الحصرية عندي بالبوتيك، وهالحمرة بعد هي من الاكثر مبيعا عندي بالبوتيك تعقد. خليني احطها لكم الحين وتشوفون. الملمس الشفايف يعقد، موجودة عندي بالبوتيك رقمها 01، وهم في 05 بعد لونها وايد حلو. انا احب احط فوق هالشي كلوز خفيف من فنتي بيوتي، ينون حلوين. انا اصورهم لكم بدون فلتر الويب سايت او حتى عن طريق الواتساب.